إشكال كبير في الجزائر حالياً. طبيعة الحال كانت قضية نسبة الإدماج وتوفر المادة الأولية، وحتى في بعض الأحيان قضية التكوين لرفع من نسبة الجودة، من الجودة ومن التنافسية. في هذا الإطار نظن باللي وجودنا اليوم مع إخواننا من مصنع طيال للأنسجة مكننا أولا باش نوفر جزء من المادة الأولية. احنا في الانطلاقة ما نقولش باللي لحقنا الهدف، راح نقطعوا أشواط نتدرجوا باش نلحق إلى نسبة إدماج محترمة. لكن عندما اليوم نوفر النسيج، نوفر المادة اللي هي لوتيسيو، نظن وفرنا أهم شيء. يبقى نقل المعرفة، نقل التكنولوجيا، نقل المدخلات الأخرى لزانترون، راح بالعقل نزيد نلقى، لأن مرحلة نزيد نلقى شركات اللي ممكن توفر هذه المنتوجات.